المناطق الطبيعية هي أي منطقة جغرافية بتكون تحت إشراف هيئة معينة، وبتتميز هالمناطق بأنها بتحتوي على نباتات أو حيوانات مهددة بالانقراض لحمايتها من التعديات الإنسانية والتلوث. بتغطي المحمية الطبيعية 2% من مساحة لبنان. محمية قرصة نورين من أكبر المحميات الطبيعية بلبنان ومن الأغنى بالحياة البرية، وبتستقطب عدد كبير من الطيور المهاجرة المألوفة والنادرة. محمية حرش أهدن طبيعية هي من أهم المحميات من ناحية التنوع النباتي، وفي عدد كبير من الأشجار النادرة بشرق بحر المتوسط وأنواع زهور ونباتات موجودة بس بلبنان. محمية جزر النخيل الطبيعية اللي بتتألف من مجموعة جزر صغيرة بالشط طرابلس، وهي من أغنى المحميات بالتنوع السمكي والطيور البحرية وفقمة حوض المتوسط الرهبة Mediterranean Monk Seal. محمية شط سور الغنية بالزلاحف البحرية والأسماك، محمية أفقة، ليمونة، مستنقع عميق. زوروا المحمية الطبيعية وتعرفوا على ثروة لبنان البيئية المميزة and go green.